السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. كيف حالكم شباب؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة. طبعا شباب، بعد الغياب الطويل ان شاء الله راح نبدأ اليوم بأول الشروحات. طبعا شباب، يعني قبل البدء بالشرح، يعني فضلا من الاشخاص اللي بيحبوا فلسطين واللي عندهم غيرة على القدس، يعني لا تنسوا الدعاء لأهل القدس وللقدس بنصرتها إن شاء الله. تمام شباب، شباب اليوم أنا راح أشرح لكم عن موقع يعني ربحي، لا يعني تقدر تجمع منه فلوس بأسلوب يعني إنك تمشي حالك فيه. يعني الموقع راح يقدم لك يعني الأموال والأرباح بشكل يعني بسيط، ولكن يعني اللي بفضل الموقع هذا عن غيره انه الموقع ارباحه يعني السي بي ام فيه عالي جدا جدا جدا. طبعا الموقع انا يعني استخدمته من فترة بسيطة، كنت استخدم الادفلاي. الادفلاي انا وصلت في 2200 وما بعرف يعني بالضبط كم، لكن فوق 2200. ال2200 هدول اعطوني دولار ربع، لكن الموقع اللي راح اشرح لكم اياه بيعطي يعني على حسب الدولة اللي انت بتستهدفها في الروابط، او على حسب انت من اي دولة من اي دولة. تمام شباب، اول شي راح نفوت على الموقع. طبعا هذا الموقع اللي انا راح نشرح عليه هذا انا سجلت فيه من فترة. الموقع اسمه getsurl. الموقع هذا رائع جدا لاختصار الروابط، يعني في اكتر من ميزة، مزايا حلوة جدا، وهذا اللي بفضله عن يعني عن جميع مواقع الروابط، او عفوا اختصار الروابط. طبعا اول شي راح نبلش في التعريف للموقع، راح نترجم يعني قبل ما نبدأ في كيفية التسجيل في الموقع راح نعرف عنه. اول شي شباب انا راح افرجيكم اللي هو معدلات السي بي ام للدول، يعني معدلات الارباح لكل 1000 ضغطة لكل 1000 ضغطة. تمام، راح نفوت عليها. طبعا شباب المعدلات يعني رهيبة بشكل خرافي، صلاة النبي، يعني الموقع هذا رائع جدا. هنا بقول لك المملكة العربية السعودية على ال1000 مشاهدة او على ال1000 ضغطة بتعطيك 5 دولار. البانيا على ال1000 ضغطة بتعطيك 11 دولار، يعني انت لو استهدفت اشخاص من البانيا او من المملكة السعودية على حسبهم راح تاخذ الارباح. طبعا لو انت لخبطت من هنا ومن هنا، يعني اجوك اشخاص، ما في مشكلة، الاشخاص يعني الارباح راح تتقسم بالتساوي عليك. تمام، راح نشوف. طبعا الجزائر 5 دولار، انغيلا طبعا هذه ما بعرف وين بتكون 3 دولار، ارمينيا 11 دولار، طبعا البحرين 11 دولار. يعني في يعني السي بي ام تبعهم عالي جدا بكون. طبعا هاي البلاد معنا، طبعا انا راح افرجيكم يعني لانه مصر بتكون بعيدة جدا، خصوصا انه في اشخاص كتير من مصر بتتابعني. راح نفوت نكتب ايجيبت. طبعا مصر تعطيك 8.5 دولار، وهذا شيء رائع بالنسبة لمصر، يعني ما بعتقد لا ادفلاي ولا اديومي ولا يعني اي موقع بيعطي 8.5 دولار ل يعني مصر. طبعا بصراحة شباب الموقع حلو جدا، يعني فيه ارباح عالية وراح يخليك تجمع ارباحك في اسرع وقت. تمام شباب، خلصنا من معدلات السي بي ام. هلا راح نشوف اول شي انت كيف راح تختصر، او عفوا نفوتها. طبعا هنا روابطي اللي هو الروابط اللي انت بتختصرهم كلهم بيجوا هون. طبعا هذا الرابط الاصلي وهذا الرابط الاختصاري. طبعا هذا الرابط اللي انت بتروح تختصره حتى تحصل على رابط الاختصار من الموقع، هذا هو رابط الاختصار، هذا اللي انت بتاخده وبتروح تنشره للناس لحتى
يفوت عليه ويجيك عليه ضغطات. طبعا شايف انت انا يتخطى 26، يعني 26 شخص فات على هذا الرابط. تمام، هذه هي روابطي. تقارير، نفوت على تقارير، نترجم للعربي. طبعا في هنا بيعطيك ارباح اليوم. طبعا انا بالنسبة لي لثلاث اسابيع ما فتت على الفيس، على عفوا ما فتت على اليوتيوب وما فتت على الانترنت، فصار عندي يعني ضعف في الدخول للروابط لاني ما بستخدم وما بنشر. فهنا بتعطيك اللي هي ارباح اليومية، وهنا الارباح الشهرية، وهنا طبعا عدد الضغطات الشهرية، وهنا الارباح تحت الشهر الماضي. فانت لو حابب تشوف يعني ارباحك جميعها، يعني انت مثلا عندك 3 شهور ما هو ما بيعرض الشهر اللي قبل اللي قبله، مثلا انت عندك 3 شهور او 4 شهور بتشتغل في الموقع وبدك محصل تحصيل الارباح جميعها في الموقع، راح تفوت على المدفوعات تضغط عليها، راح اقول لك انه يعني هنا كل الارباح اللي انت يعني عندك في الموقع. الموقع طبعا انا ارباح 2 دولار وشوية سنتات. نكمل. طبعا نفوت على ادوات، نفوت على اول خيار. طبعا هذا الخيار للاشخاص اللي عندهم مدونات، الاشخاص اللي بيستخدموا يعني روابط كتير في مدوناتهم، بياخدوا هذا الرابط بينسخوه كوبي وبروحوا بيحطوه في يعني ملف ال HTML في المكان المناسب له، وبصير يختصر لك الروابط تلقائي جميع روابط المنتدى المدونة عفوا. تمام، هذا يعني ما راح يستخدمه الأشخاص العاديين اللي بيستخدموا للتبادل أو ليوتيوب، فما راح يستخدموا هذا الكود. نفوت على اللي بعده، نختار الخيار الثاني. الخيار الثالث طبعا هاي ما بتلزمنا، يعني هذه مرة يعني ما بدكو اياها وما يعني بتغلبكو برضو للي هو المنتدى للي عنده مدونات عفوا. فوت على الثالثة، طبعا هذه هي عنوان، طبعا هذه برضو اختصارات يعني روابط لكن ما بعرف فعاليتها يعني كويس، لانه انا بصراحة ما استخدمتها لسه، حتى الان انا ما استخدمتها. نفوت على الاخيرة، هلا هاي الاخيرة يعني رائعة جدا، يعني بتفيد ناس كتير. طبعا هلا انت مثلا اختصرت رابط صفحة، رابط فيديو على اليوتيوب، رابط اي شيء بدك تختصره، بتاخد الرابط. مثلا انا يعني راح اجرب اختصر يعني هذا الفيديو، يعني اعمل كشرة عليه، بدي اختصره بحط الرابط تبعه هان. تمام، وهنا بختار اللي هو صورة اله. طبعا هذه نظام، في نظام خدعة وفي نظام اذا انت يعني بدك، انت يعني ما بتحب الخدعة، وطبعا هذا يعني ما افضل الك يكون حتى الناس تثق فيك وتفوت روابطك وهي مطمنة. فهنا بيعطيك خيار انك تحدد صورة. تمام، احنا بنفرض اي صورة احنا راح نحط. مثلا حط هاي الصورة. هلا بتقدر انت تخلي يعني واجهة مثلا انت لو نشرت الرابط المختصر بدك تخلي واجهته على هاي الشكل او على هاي الشكل، يعني صورة متحركة. اذا بدك على هاي الشكل راح تختار هاي، واذا بدك على هذا الشكل راح تختار هاي. تمام، وراح تضغط على انا لست برنامج روبوت لحتى يتأكد انه انت مش يعني مثل ما بيقولوها رجل آلي، وتضغط على اللي هو تقصير او خلق، راح يجيب لك الرابط هذا ويختصره لرابط تاني. فانت راح تكون يعني بعد ما تضغط على هاي الكلمة راح يجيك الرابط المختصر جاهز، انت ما عليك الا تنسخه وتروح تنشره على الفيسبوك او تنشره لاي صديق او تنشره في اي مكان. تمام،
هاي وضحت لكم هاي الخطوة. هلا راح نروح على الخطوة اللي بعدها. شرحنا هاي الأربعة، شرحت لكم طبعا المعدلات. هنا طبعا إذا أنت حابب تتصل فيهم عندك لا سمح الله خلل، طبعا الموقع أنا صار لي هلا شهر ونص ما شفت فيه أي خلل. الموقع رائع جدا وفي كثير كسب منه، والموقع راح أشرح لكم يعني مزاياه لقدام بآخر الفيديو. هنا مثل ما قلت لكم اتصل بنا. طبعا هنا شروط الخدمة، هذا الثلاث خطوات للموقع نفسه. تمام شباب. طبعا راح اشوف اول شيء نضغط على اول شغلة عشان يعني افرجيكم وين مكان اختصار الروابط. الرابط اللي بدك تختصر الرابط عادي بتحطه هان، تختار تكسير راح يختصر الرابط، تنسخ الرابط وترسله لأي شخص. طبعا فيك تختصر الرابط المختصر نفسه أكثر من 4 مرات أو تقريبا 4 مرات، يعني بدل ما تحصل على ضغطة واحدة من الشخص نفسه تقدر تحصل على 4 ضغطات من الشخص نفسه. هذا الشيء راح يكسبك كتير جدا، يعني راح يخليك تربح في يعني بأسرع وقت. هلا شباب نيجي ل يعني آلية التسجيل. تمام، راح نفوت على الصفحة الثاني. طبعا انا راح احط لكم رابط تسجيل في الموقع تحت الفيديو وباول تعليق. تمام، راح احطه بالوصف وباول تعليق. انت راح تفوت عليه راح يجيك على هاي الشكل، يقول لك تسجيل. هنا بقول لك ادخل يوزر نيم من عندك يعني خاص فيك، انت راح تخترع له اي يوزر نيم. مثلا انا راح اكتب، عفوا ما كتب، اختار باسورد. برضو باسورد نفس الشيء. طبعا هنا بتكتب يوزر نيم من عندك، وهنا بتكتب باسورد، وهنا بتعيد كتابة الباسورد. وضروري جدا هذا تحفظه عندك بمجلد او مذكرة او برقم او عفوا في ورقة، ما تنسى لا هو ولا الباسورد ولا الايميل، لانه راح يكون تسجيل دخولك من هنا وطالع على الموقع بيوزر نيمك وبالباسورد. تمام، ما راح يقول لك ادخل ايميلك. الايميل بتستخدمه في الحالات الحرجة فقط. فهنا راح نحط ايميل، راح اعمل نسخ كوبي للايميل هذا ونحطه هون. تمام، هلا وضحت هاي الخطوات. هلا بعد ما تحط هاي الخطوات تكتب هاي البيانات، تختار انا لست برنامج روبوت. بعد ما تختار انا لست برنامج روبوت تضغط على هاي الكلمة، راح يقول لك يحولك على صفحة تانية، يقول لك ادخل اللي هو اليوزر نيم والباسورد. يعني خلاص الحين بعد ما يحولك على الصفحة التانية يقول لك ادخل اليوزر نيم والباسورد اللي انت سجلت فيهم بالموقع. هتدخل فيهم هيفتح معك على هذا الشكل. تمام، انا طبعا ما راح ادخل لك يعني ما راح للاسف يعني ما راح ادخل لك في الحساب الجديد هذا، لانه يعني مخالف لانك انت تعمل اكثر من حساب على نفس الجهاز، وممكن هذا الشيء يعني يسبب لك بحظر لحسابك الاساسي اللي انت بتتعب عليه وبتشتغل عليه. تمام، فانا ما بنصح يعني اي حد يستخدم اكثر من حساب على نفس جهازه. تمام شباب، هلا بعد ما تسجل يعني راح نرجع على الحساب الاساسي. بعد ما تسجل راح تفتح معك على هاي الواجهة، ومثل ما فرجيتكم انتو كيف اللي هي يعني الموقع ليش بيشتغل، وفرجيتكم كل اللي هو شرحت لكم على كل الخطوات هاي. ضل الخطوة اللي ما قبل الاخير، انت ما راح تكتفي بانك انت تختصر روابط، وانك انت يعني تختصر روابط مصورة وتحط صور وترسل يعني وتعتمد على هذا الربح، مع انه هذا الربح يعني شيء كبير وكافي انك انت تستفيد منه. ولكن الموقع فيه كمان ميزة اللي هو نظام الاحالة، راح ندخل عليها. طبعا معطيك هذا الرابط، الرابط هذا كل شخص بسجل فيه عن طريقك راح انت تاخد ارباح عليه نسبة مئوية 5%. تمام، يعني انت راح تاخد الرابط هذا تعمل له كوبي نسخ، تروح تقول لصاحب لك على الفيس على الواتس على اي مكان، والله هذا موقع يعني زيادة يعني بخليك تربح وفي ارباح حلوة وفي سباق عالي اشترك فيه.
وبتبعت له هذا الرابط، هو بيشترك فيه راح يتسجل عندك هنا اللي هو واحد، وكل ما يربح هو راح تاخذ 5% من أرباحه. طبعا هو ما راح يخسر 5% اللي انت هتاخدها، 5% هذه مكافأة من الموقع لأنك انت دعيت رفيقك أو صاحبك. تمام شباب، خلصنا هاي الخطوة. هلا نيجي للي هو يعني السؤال اللي بيسأله كل شخص، ويعني بيدور عليه كل شخص لما يجي يدخل على موقع ربحي، ايش هو يعني حوالات السحب او ايش هي طرق السحب اللي في الموقع. الموقع هذا بالذات يعني هذا اللي يميزه عن اي موقع تاني، الموقع هذا بيعتمد على 6 طرق سحب، 6 طرق مختلفات تدعم يعني اي شخص بيقدر يسحب منها. راح نفوت نشوف ايش هي 6 طرق، طبعا راح نترجم لحتى الكل يفهم. اي مترجم هنا بقول لك، طبعا انت لو لما تجمع اللي هو الحد الادنى للموقع، طبعا اول مرة الموقع يعني بيعطيك اللي هو 100 دولار، لازم تسحب 100 دولار من الموقع لانه هذه اول مرة. ما بعد هيك انت بتقدر تسحب 5 دولار او 50 دولار على حسب الحوالة اللي انت راح تختارها. هلا راح نفوت على اضافة طريقة الدفع، نشوف كم من طريقة الدفع بيعطينا اياها الموقع. انا بقول لك باي بال بتسحب لحد 5 دولار، بيتكوين تسحب على 5 دولار، بايونير تسحب ل 50 دولار، وسترن يونيون تسحب لما يكون عندك 100 دولار، اقل من 100 دولار يعني ما بتسحب، فودافون كاش ولا مكتب البريد المصري، هذول التنتين لمصر، اما الباقيات لاي شخص تاني، لكن هذول ما بيستخدمهم الا مصر. طبعا يعني 6 طرق رائعة جدا، وانا يعني ان شاء الله راح استخدم اللي هو وسترن يونيون باذن الله، راح اعمل يعني اثبات سحب عن الموقع هذا في اقرب وقت عن طريق وسترن يونيون. طبعا هذول 6 طرق يعني رائعة جدا، اذا انت حابب تسجل في الباي بال بدك اي شيء تدخل عليها بتعبي بياناتك هان، او اذا بايونير او اي شخص بتعبي بياناتك هان وتختار عدف. تمام، اذا ما بدك تعبيهم تنتظر لحد ما يصير عندك ارباح، وبعد كده يعني انك تعبيهم ممكن برضو، ما في اي مشكلة. الموقع رائع جدا شباب، الموقع يعني سهل جدا وبسيط، وانا شرحت لكم كل شيء فيه، يعني ما ضل شيء الا شرحت لكم اياه. طبعا انا راح احط لكم رابط الموقع تحت الفيديو وبالتعليقات للي حابب يشترك منه. الموقع هذا رائع جدا ومضمون وعلى ضمانتي، يعني الموقع انا بضمن لك 100% انك انت تضمن انك انت تسحب ارباحك. الموقع هذا مش مثل المواقع النصابة اللي يعني تخليك تتعب وانت تشتغل في الاخر ما بتحصل ولا على اجورة. تمام شباب، هذا يعني بالنسبة للشرح، يعني بالنسبة للاشخاص المبتدئين اللي حابين يستفيدوا من الانترنت ويربحوا عن طريق الانترنت بالحلال، هذا يعني باسلوب يعني انك انت تمشي حالك في الربح منه وبعدك تتطور وتفوت على مواقع تانية. تمام شباب، اذا يعني عجبكم الشرح بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشتراك لتتوصلوا بكل جديد، ولا تنسوا وضع لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.